نبدأ فقرتنا اقرأ الخبر. وانتظم استنغالي سيدي دايم مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وتماثل اللاعب من الإصابة اللي كان بيعاني منها بكدمة في وجه القدم، وشارك المهاجم في التدريبات بصورة طبيعية استعدادا للمباريات المقبلة. إن شاء الله نشوفه في أحسن شكل ممكن ويرجع تاني بأتم جاهزية إن شاء الله لنادي الزمالك. كمان خصص الجهاز الفني للفريق تدريبات بدنية خاصة اللاعبين استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وتولى جواو ميجال مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز. وحرص الجهاز الفني على عمل قياسات بدنية للاعبين للوقوف على أرقامهم البدنية لوضع طبعا البرنامج التجهيزي المناسب ليهم. كمان ألقى البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين في أرضية الملعب قبل انطلاق الفترة الفنية خلال المران استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين ومنحهم بعض التعليمات قبل طبعا خوض الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية. وأدى لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم طبعا خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية اللي تم التدريب عليها. انتظم محمود بن تعيج ومحمد شحاته ومحمد السيد ثلاثي الفريق في التدريبات الجماعيه استعدادا لمباراه البنك الاهلي المقبله في مسابقه الدوري الممتاز. وكان بن تعيج وشحاته بيعانوا من اجهاد عضلي بعد طبعا مباراه الاهلي في نهائي السوبر المحلي، في حين تعرض برضو محمد السيد لاصابه في الراس، واطمن الجهاز الفني على سلامته خلاص وشارك الثلاثي في التدريبات البدنيه والفنيه بصوره طبيعيه استعدادا ان شاء الله لمباراه البنك الاهلي المقبله في مسابقه الدوري. اكيد هيفرقوا معانا بشكل كبير وان شاء الله نشوف كده الفريق في احسن صوره لنادي الزمالك. كمان فاز فريق الزمالك لكره القدم مواليد 2007 على الاهلي بركلات الترجيح بنتيجه 4-3 في اطار المباراه اللي طبعا جمعتهم مساء امبارح يوم الاثنين على مجمع ملاعب الراحل ابراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن طبعا منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب. انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقا للائحة الخاصة بالبطولة. سجل هدف الزمالك في الوقت الأصلي أحمد محمد، بينما سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من حسام عاشور ومحمد فرج معاذ محمد خالد السيد. وقدم لاعبو الزمالك أداء فني متميز وصنعوا أكتر من فرصة للتسجيل، ولولا طبعا غياب التوفيق كان يعني المباراة هتكون سهل جدا إن هي تخلص لصالح الزمالك في الوقت الأصلي. ولكن إدارة الزمالك تواجدت لمؤازرة الفريق والكابتن أحمد سليمان وحسين السيد أعضاء مجلس الإدارة وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم.